السلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. في يوم السبت الموافق 25 أبريل 2020، تم تأكيد وفاة أكثر من 200,000 شخص في العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، كما سجلت جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة على موقعها على الإنترنت. فقد كان البلاغ عن أول حالة وفاة بكورونا كوفيد-19 في 10 يناير 2020 بمدينة ووهان الصينية، المدينة التي انطلق منها الوباء واستغرق يحصد القتلى طيلة 91 يوما لتتجاوز 100,000 وفاة، وبعد 16 يوما أخرى وصل عدد الوفيات إلى 200,000 وفقا للسجلات التي أفادت بها السلطات الصحية في 185 دولة ومنطقة في العالم، والتي تضررت من كورونا، ومن تحصله فواجع ومن لم تحصله فواجع وكوارث الحرب العالمية الثانية بمخاطرها حصدته كورونا بفيروسها، كما هي حكاية الطيار جون مور. توفي الطيار الإنجليزي المخضرم جون مور، ويعرف بالطيار البطل في القوات الجوية الملكية البريطانية. كان يوصف بأحد أبطال الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. صحيفة ديلي ميل البريطانية ذكرت أن الطيار البطل جون مور البالغ من العمر 96 عاما قضى الحرب العالمية الثانية في إنقاذ العشرات من المواطنين من بينهم أفراد عائلته، وسبق أن نجا بأعجوبة من الموت بعد إطلاق النار على طائرته من قبل القوات النازية الألمانية وإسقاطها أرضا. اثنان من أفراد طاقم الطائرة لقي مصرعهما في الحادث، وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة من بينهم جون الذي أمضى شهرا في المستشفى حتى استعاد عافيته. جون الذي ولد في مدينة ليفربول يوم 14 يونيو 1923 لأب إيرلندي وأم ويليزية، كان قد انضم إلى القوات الجوية الملكية وسنه لا يتجاوز 17 عاما، إلا أنه توفي مؤخرا في مستشفى جنوب ويلز بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. جيرانه وأصدقاء جون وصفوه بالرجل الجميل الذي كان يتمتع بالذكاء الرائع، وقال صديقه لينسي ألفورد كان متواضعا، غيرته الحرب كثيرا وجعلته يحب الحياة ويستمتع بكل دقيقة فيها. ويأمل جيران جون في إقامة حفل لتخليد ذكراه بعد نهاية أزمة كورونا ورفع الحظر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.